كان الرجل اسمه ثابت بن إبراهيم يسير ذات يوم قرب بستان، وكان يتذور جوعا، وسقطت أمامه تفاحة فأخذها وبشر بأكلها، ثم تذكر أنها ليست من حقه فأراد أن يصحح خطأه، فدخل على البستاني وقال له: أكلت من تفاحة سقطت أمامي، فسامحني فيما أكلت وخذ ما تبقى منها. فقال البستاني: أنا لا أملك السماحة، والبستان ليس ملكي، وإنما هو ملك سيدي فلان. قال ثابت: وأين هو سيدك حتى أذهب إليه وأستسمحه؟ فقال: بينك وبينه مسيرة يوم وليلة. قال ثابت: لأذهبن إليه مهما كان بعيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. وذهب ثابت إلى مالك البستان وطرق بابه وفتح عليه مالك البستان، فسلم عليه ثابت وأخبره عن التفاحة وطلب منه أن يسامحه. فنظر إليه الرجل متعجبا وقال له: لن أسامحك إلا بشرط واحد. قال ثابت: وما شرطك؟ فقال: الشرط أن تتزوج ابنتي، لكنها صماء وبكماء وعمياء ومقعدة. قال ثابت: قبلت خطبتها. فأتى الرجل بشاهدين وعقد زواج ثابت مع ابنته، وأمر بحجرة الزواج فأعدت، فأدخل ابنته فيها، ثم أذن لثابت بالدخول. فقال ثابت: ألست فلانة الصماء البكماء العمياء المقعدة؟ قالت: بلى، أنا عمياء عن الحرام، لأن عيني لا تنظر إلى ما حرم الله، أما صماء أني لا أسمع ما لا يرضي الله، أما بكماء لأن لساني لا ينطق إلا بما يرضي الله، أما مقعدة أن قدماي لا تحملني إلى ما يسخط الله. فنظر ثابت إليها وكأنها القمر ليلة التمام، فشكر الله تعالى، ثم أنجب منها مولودا ملأ أطباق الأرض علما، فهو الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله. إذا أعجبك المقطع لا تنسى لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.